الحاج صالح الجو اللي هو رئيس الجمعية ديال الملك مشروع مدينة جديدة. الحاج حنا الان كنتواجدوا في الشقه اللي كتفضل سيدنا وزارها وكنشوفوا واحد الحاله يعني مرتدها من ناحيه يعني التدهور ديالها اللي كنشوفوا المياه تسربات والحاله يمكن باقا على ما عليها. السيد راه كنشوف واجبات جميع الحوايج ديالها. الحاج بغينا نقول من بعد الريبورتاج اللي كنا درنا او من بعد طرقات جريده الاحداث المغربيه لهذا الموضوع، اشنو المستجدات، اشنو الجديد في هذا الملف؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الجديد المستجدات اللي كاينه جديده في ملاحمة المغربية هذي هو أنه بعد الاستجواب اللي كان جرو بعد ما جيتو ونخلطو داكشي بصورة حية، المسؤولين على هذا المشروع تحركوا، والدليل على ذلك أن المسؤولين من العيار المتوسط سألونا وشافوا الحالة اللي فيها بعض الشقق، من جملتهم الشقة الأولى اللي حنا فيها دابا واللي هي كانت تفضل سيدنا نصر الله الشنا، وعطاو التعليمات ديالهم على أنه غادي تكون إصلاحات جذرية باش ما نبقاوش نرجعوا لهذا المشكل. غير اللي كاينة ملحمة تتعرف أن جات دابا مع رمضان حسب المسؤولين وحدة عرفت أنها مغاربة، رمضان تتعرف بأن السيمانة قبل العيد والسيمانة ورا العيد الناس ديال المقاولين كلهم تخدم عليهم تيمشيو يعيوهم. الوعد اللي وعدونا الناس به اللي جاو من بعد على ذكر الحاجه اللي وعدكم، شكون هاد الناس اللي وعدكم؟ الناس اللي وعدونا ديال ما بالضبط حنا تنعرفوا بان كاين هذاك السيد الله يجازيه بخير راجل طيب، وجا واحد السيد اخر معاه جا الغد ليه من بعد ما جاو واتفقنا مع ثلاثه الحوايج، وهو الاصلاحات، جميع الاصلاحات اللي كاينه اللي خاصها الدار في المشروع غادي يقوموا بها، غادي على حساب ما جعل الانسان على انه من وراء العيد ربما باسبوع غادي تجي شركه اللي غادي تكلف بانجاز هذه الاصلاحات، الاصلاحات الكبرى والاصلاحات عليها كلها الاصلاحات وكلها الميزان المالي اللي كاينه في هذه العمارات كلها غادي تصلح، هذا الشيء ما جعل الانسان وعدنا على انه حيت كما عرفت يا ولي احمد الناس تتغوت على الثمن بعد ما السكان الناس اللي رحلوا بالخصوص بلغ العلم ديالهم على انه كاين بقاع ديال الارض، الناس في الاول كانوا قالوا لنا ما كاينش بقاع، وعدنا على انه في حالة ما اذا كانت اعادة النظر في هذوك الشقق فحتى الناس اللي ساكنين تما غادي يستافدوا داك الثمن، في حالة ما ماشي قال لنا ودي بان راه كاين نقص، ولكن اذا كان شي نقص من الاثمنه بالنسبه للناس غادي يجي، يعني هذه بطبيعه الحال الناس خاصها تستافد كما تستافد الاخرين. النقطة الثالثة وهو كاين هناك سبعة ديال الشقق اللي هما كاينين في هذا المشروع، هاد في الجهة اللي فيها الناس السكان ديال الزوان ولا كريستال، كاين في السبعة ديال لي زاباجمون اللي هما كيتسموا لا كونسيجيري، هادوك غادي يعطيوهم لأنهم حاليا هاد الناس ديال المشروع فهو غادي يصلحوا الإصلاح اللي خاصها دير، ولكن غيواكبوا السكان حتى كما تتعرف أبو العمد حنا السكان عندنا السكان الأغلبية كلهم 99% كل الناس ديال الدول ما مولفينش بالعمارات ما مولفينش بالباب بأن فتكوز عندهم ودادية ديال اتحاد الملاك وعلى ذلك ديال الحوايج، إذا نعرفوا بأن الناس بأنهم ضروريين عندهم دي طريق عندهم باش تيخلصوا الضوء وعندهم تريجات ديال الضوء، فهاد الناس ربما فكروا هذا التفكير هو تفكير صائب على انهم غادي يعطيو لهاد الوداد هاد الاتحاد ديال الجمعيه ديال الاتحاد الملك غادي يعطيوهم واحد السبعه ديال لي زاباطمون، لا ربما راه غادي من بعد من غادي نخرج من هنا تصور شي وحده اخرى هي اللي مخرجه لها هاد السيده حوايجها في انتظار الاصلاح ديال الشقه ديالها، غادي يعطيوهم هاد لي زاباطمون وهاد لي زاباطمون غادي يشدوا هاد الجمعيه هي اللي غادي تكلف بهم وربما غادي تكريهم او المهم غادي يكون مدخول اللي غادي يعفي هذوك الناس من 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 هذا الواجب المصاريف ديال الضوء ديال الدروج بالاصلاحات اللي غادي تكون مستقبلا ربما يقدروا يديروا منها تعساس ولا جوج على يد غادي يمشيو على حساب الميزانيه اللي غادي تكون، هذا هو الجديد في اللي طرا من بعد الحوار اللي كان وقع معكم هذه تقريبا واحد 20 يوم ومن بعد اسمه هو هذيك
اللي كانت تنشر في جريده الاحداث المقال اللي كان تنشر في جريده الاحداث فهاد الناس من بعده تحركوا وحتى السيد العامه كان ضمن منهم باش راه كيحركوا وتعرف المشكل اللي باقي عندنا هاد الناس ديال اللي باقي عندنا باقي عندنا مشكل اخر وهو المشكل ديال النقل من دي الناس ديال المدينه بيستر الله يهديهم مازال لانه كما صلح لي سرع علينا بور 400 متر بور انديفياسيون ديال الطويس راه مازال ما هدامش كلها وهذا الشيء اللي كاين من حنا كنتمنى على الله بانه راه الامور بدات كتحسن ونتمنى على الله خير نشوفوا من بعد العيد هاد الناس نشوفوا من بعد العيد هذا الشيء اللي قال اللي وعدونا به الناس واش غادي يكون الى هو كان تبارك الله نتمنى على الله يكون شي حوار زوين ولا ما كان شيء عاوتاني يقول احمد حنا مع الرسول ديال الباغي حنا عندنا عفو ولا نبلغوا الناس المسؤولين والناس المسؤولين الكبار الحمد لله راه ما كيشوفوا لان هذا الشيء اللي كنقولوا راه ما كنقولوا شيء كيبقى هنا راه كيوصل العيون كلها متجه لينا كنتمنى على الله خير وشكرا